خمسة سنوات عندنا 83%، بالنسبة للفئة العمرية 16 سنة 90 تقريبا 100%، الفئة العمرية 12 14 سنة 81%. عبد العزيز بوحنش مكلف بتسيير قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية لجهة سوس مسا. كما تعلمون يعني سوف ينسى هذه الفترة الماضية السنة الدراسية والتي كانت حافلة مجموعة الإنجازات بالرغم من الظرفية الصعبة التي قد عرفتها الأكاديمية خصوصا بالمنطقة ديال تارودان التي عرفت زلزالا ضرب المنطقة ديال الحوز، ولكن بالرغم من هذه الوضعية فقد استطاعت الأكاديمية من تحقيق مجموعة من النتائج المتميزة سواء على الصعيد التربوي وكذلك على صعيد المؤسسات التعليمية، حيث تمكنت هذه الأكاديمية من حصد نتائج جد مميزة في امتحانات إشهادية على جميع مختلف الأسلاك، فقد بلغت النسبة ديال النتائج البكالوريا 78.21%، وكذلك بالنسبة للسلك الإعدادية قد بلغت 78%، وهذا تعرفتوا عليه في العرض ديال السيدة المديرة. بالنسبة للمجال التربوي فقد تعززت يعني الحصيلة الكمية الأكاديمية بالحصول على 35 ميدالية ذهبية بالنسبة للرياضة المدرسية، منها 13 فضية و11 ذهبية وكذلك 11 ميدالية نحاسية. كذلك شهدت هذه السنة التفعيل يعني الاستمرار في تفعيل يعني وتنزيل كذلك المخطط الوطني ديال تعميم اللغة الإنجليزية، حيث بلغت هذه السنة تعميم ديال المجموع ديال التلامذة كيستافدوا في الإعدادي كلهم في السنة الثالثة إعدادي كيستافدوا من 100% من الدروس ديال الإنجليزية في الإعدادي. وهذه السنة كذلك حاولنا بطبيعة الحال بما أوتت الأكاديمية من إمكانيات من توسيع القاعدة ديال المستفيدين ديال المؤسسة التعليمية من المكون ديال اللغة الأمازيغية، بطبيعة الحال يعني استجابة لولي الخطاب الملكي وكذلك المقتضيات ديال الدستور المملكة. وبهذا الصدد فقد تم تكوين 308 ديال الأساتذة ديال التعليم الابتدائي المزدوجين حتى يمكن ان يمارسوا يعني وان يدرسوا هذه المادة الحيوية داخل المؤسسات التعليمية. هذا ما سيمكننا كذلك من رفع المستوى النسبة ديال المستفيدين عفوا ديال المؤسسات المستفيدة الى 28% من المؤسسات، هذا دون احتساب بطبيعة الحال الأساتذة الذين تم تكوينهم. كذلك على المستوى ديال الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية فقد عرفت الجهة المشاركة ديال التلاميذ في مجموعة ديال الأنشطة، المسابقات الوطنية وكذلك المسابقات الجهوية، وقد تكللت بالحصول على مجموعة من الجوائز على الصعيد الوطني. بالنسبة يعني المستجدات السنة المقبلة كما تعرفون أننا سنستمر في تنزيل يعني المقتضيات ديال تعميم اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الأمازيغية. هناك مكون آخر ولا بد من الإشارة إليه هو المدارس ديال الرياضة. هذه السنة كان عندنا 53 مؤسسة ابتدائية رائدة، وتم مضاعفة هذا العدد هذا لتصبح في السنة المقبلة إن شاء الله ابتداء من شتنبر 2024 218 مؤسسة ابتدائية رائدة، إضافة إلى الانطلاق الفعلي في لتوسيع هذا النموذج هذا نموذج المؤسسة الرياضة بالإعدادي ب 22 مؤسسة إعدادية. من طبيعة الحال هذه المؤسسة الرياضة وكما طلعتم عليه في العرض السيدة المديرة فقد حقق نتائج جد باهرة والتي دفعت مجموعة المؤسسات إلى المطالبة بالمشاركة والانخراط في هذا المكون. وبطبيعة الحال أن الأكاديمية ستعمل جاهدة على تعميم هذا النموذج هذا في الأفق ديال 2027. على العموم فكما تم الإطلاع عليه أن الأكاديمية قد حققت نتائج متميزة هذه السنة بالرغم من الظرفية التي عاشتها يعني الجهة جراء المخلفات ديال الزلزال، وكذلك يعني المجهودات التي تم بذلها من على الصعيد المؤسسة التعليمية، وهي مناسبة لتقديم الشكر لجميع العاملين في القطاع التربوي الوطنية من أساتذة من مدرسين من مفتشين من أطر تقنية من أطر إدارية وتربوية وكل العاملين، وكذلك للآباء والأمهات والتلاميذ، دون ننسى الجذب الصحفي الذي يشاركون دائما هذه الإنجازات. شكرا لكم.